شكرا. انا بعتب عليك يا باشمهندس، انت طنشتني، انا اضطريت اجر نفس الدرس مره تانية. هو انت قلتي نوع السمكه ايه؟ لا عشان كده ما عملتهاش. يعني هتكون بولتي ما اي ديل. هعمل لك في فرحك ان شاء الله يا اخويا. يا مين يعيش؟ مش كنا لحقنا المأذون قبل ما يمشي؟ على فكره لسه بفكر يا شيخ. طب تعالي بقى عشان انا عايز اقول لك حاجه. لف الزمان وجانا تاني، ورجعت في حضن اموره. بحبك يا جابر، عمري ما هبعد عنك ابدا. بحبك يا مهره. مورا عنديش أغلى من عمر الدولك يا جابر. سيبنيش يا مورا. لا تعرف ما نحبش غيرك يا مورا. ما صدقت لقيتك مورا. مورا ما حبيتش حد غيرك، عملت كل ده عشان حسن يا جابر. مورا حسن. ده مورا. مورا 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 خط الطلقة مكان. ليه؟ ليه الزبينة تعذب لوحدها يا مهر؟